السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. أهلا بكم يا أولى إعدادي في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض شرح منهج الإنجليش من كتاب الأضواء جيم، ترم أول 2025 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. بنكمل يونت 2 ماي نتورك، والنهاردة معانا فيديو الحل تدريبات ليسنز 1 أند 2. نزلنا الفيديو اللي قبل ده كان إيه شرح للدرسين الأول والتاني، والنهاردة معانا حل التدريبات ونبدأ بيه نمبر 58 فور صفحة 54. يا ريت الولاد تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتركوا في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك مس هبة رجب علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. بذكركم عندنا قائمة تشغيل الصف الاول الاعدادي، بنشرح من المعاصر وجيم وبت، اي حاجة محتاجينها موجودة في قائمة التشغيل. choose the correct answer او choose and complete، هنكمل ب outfit اللي هو زي، relatives اقارب، curly يعني مجعد، delicious يعني لذيذ. بيقول لك we are having a family party، عندنا حفلة عائلية، with all our، مع كل من يا ولاد؟ مع كل الاقارب relatives. My sister usually takes a long time. أختي عادة بتستغرق وقت طويل. To choose her not before going out. قبل ما تخرج. تاخد وقت في اختيار ايه يا ولاد الاوت فيت اللي هو ايه ازاي. طيب سلوى has not hair. عندها شعر ايه؟ It's not straight. ليس مستقيم. يبقى مجعد. كيرلي. شعرها مجعد. الصفحة اللي بعدها 55 55. choose and complete of sales يبيع get يحصل على amazing مذهل large. Kenzie will not married next year will get married سوف تتجوز تتزوج. get married يعني يتزوج. طيب this is a photo دي صورة. my trip to the zoo رحلتي في حديقة الحيوان of تمام دي صورة لإيه رحلتي في حديقة الحيوان. my uncle has a shop عمي عنده محل where he not a children's clothes. وير هي ايه يا ولاد؟ هي سيلز بيبيع فيه ملابس للأطفال. The movies end نهاية الفيلم was ordinary كانت عادية أو تقليدية. It wasn't لم تكن ايه amazing لم تكن مذهلة. بدي كده ايه زيادة. Page number 56 صفحة 56 عندنا سؤال. It choose the correct answer from A, B, C or D. My brother does his homework أخوي عمل واجبه. 7 and 9 in the morning ما بين الساعة ايه؟ 7 و9 بالليل يبقى between. I saw a beautiful girl شفت بنت جميلة. An amazing dress in an amazing dress لابسة فستان ايه رائع او مذهل. Page number 60 صفحة 60 practice vocabulary exercises choose the correct answer from A, B, C or D تدريبات على الفوكاب. بيقول لي the bride العروس and the groom والعريس should not a marriage contract to marry لازم يعملوا ايه العقد الزواج يا ولاد عشان يتجوزوا. celebrate يحتفل وهاج يحضن ساين يعني يوقع ولا suggest يقترح طبعا ساين يعني يوقع. The knot looked beautiful in her white dress. The knot looked beautiful in her white dress. مين اللي تبدو جميلة في فستانها الأبيض؟ البرايد العروسة ولا برايد ولا الجروم ولا الكونتراكت؟ طبعا يا ولاد برايد العروسة. Dad usually has fish and rice at this. بابا دايما بيتناول سمك ورز في ايه؟ في السيرفيس ولا الويندو ولا الريستورانت ولا الايفنت في هذا ايه؟ المطعم. طيب فريدة's friends اصدقاء فريدة gave her lots of ادوها كتير من الايه؟ of her birthday في عيد ميلادها she was amazed كانت مندهشة. ادوها relatives gifts هدايا contracts ولا windows طبعا ادوها gifts هدايا. بعد كده the title ذا ليتل بوي الولد الصغير asked his father سأل بابا some money to buy sweets طلب منه بعض المال عشان يشتري سويت حلوة at ولا in ولا with ولا for طبعا يطلب شاي يا ولادي يعني ask for. In my opinion في رأيي happiness is سعادة means to have a strong knot of family and friends السعادة ان يكون عندك ايه قوي من الأصدقاء والعائلة روتين نتورك سكيدجوال ولا جوب طبعا يكون عندك ايه يا ولاد يكون عندك سترونج ايه زي ما احنا قلنا سترونج ايه نتورك انك تكون على اتصال قوي بايه يا ولاد بالعيله والاصدقاء. We invited all our عزمنا كل مين to my grandma's birthday party service ولا relatives ولا messages ولا windows حفلة عيد ميلاد جدتها نعزم عليها من الايه الاقارب relatives. بعد كده
بيقول لي our not enjoyed the dinner my mom made. مين اللي استمتع بالأكل أو العشاء اللي ماما عاملاه؟ gifts ولا events ولا meals ولا guests؟ طبعا يا ولاد الضيوف. بعد كده the wedding will not place. عايزة أقول سوف يحدث on Thursday. I'm sure it will be amazing. يحدث يعني ايه place؟ have place ولا go place ولا take place ولا get place؟ طبعا take place تساوي happen. بشرة bought a beautiful نقط necklace. اشترت العقد ايه؟ it was expensive وكان غالي. من الجولد الذهب بلاستيك ولا cloth؟ من القماش ولا wood؟ من الخشب طبعا من الجولد. the نقط included salad فتة and meat. ايه اللي فيها سلطة وفتة ولحمة؟ it was delicious. بيبر ولا ميل ولا سيرفيس ولا ايفنت؟ طبعا دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها ميل الوجبة. he saw many toys in the shop. شاف لعب كتيرة في الشوب. ايه؟ سيرفيسز ولا فوتوز ولا جيفتس ولا الويندوز؟ طبعا في الفاترينة بتاعة المحل. باتول يوجوالي with her friends at the club. باتول بتعمل ايه؟ اصدقاء في النادي بيتقابلوا. comes to ولا talks to ولا meets up ولا picks up؟ طبعا ايه؟ meet up to. they were not clothed for the wedding. their clothes weren't modern. الملابس بتاعتهم ما كانتش حديثة. تمام؟ يبقى كانوا لابسين ملابس ايه؟ ايه عكس الحديث؟ تراديشن التقليدي ديليشس لذيذ هول يعني الكل ولا دار؟ طبعا كانوا لابسين ملابس تقليدية. to get the adjective from the word tradition. عاوزين نجيب الايه الصفة من التراديشن نضيف لها ايه؟ الواي ولا اي اس تي ولا ام ان تي ولا ايه؟ طبعا تراديشنال يعني تقليدي. it shows the correct answer from a b c or d. A knot is a person who takes photos. مين بيلتقط الصور؟ البرايد ولا الفوتوغرافر ولا الجروم ولا الكوك؟ طبعا يا ولاد الفوتوغرافر. my aunts عمتي and uncles وعمامي live a long way. عايشين على ايه؟ عايز اقول ايه؟ بعيد عننا. us we see them once a year. بنشوفهم مرة في السنة. with ولا to ولا at ولا from؟ طبعا يا ولاد الإجابة الصح ايه؟ from us يعني ايه؟ عايشين بعيد عننا. you should sign the note first to get the job. يجب انك تتوقع عليه الاول عشان تحصل على الوظيفه. message ولا reception ولا contract ولا media؟ طبعا الكونتراكت اللي هو عقد الزفاف. the wedding cake اللي هو كيك او تورته ايه؟ عقد الزفاف او تورته الزفاف. it's something حاجه ايه؟ طبعا سويت محليه that people eat at the wedding بياكلوها الناس في ايه؟ في حفل الزفاف. all people wanted to not photographs with the bride and the groom. الناس عاوزه تعمل ايه للصور مع العروسه والعريس؟ عاوزين يلتقطوا صور. take ولا sign ولا do ولا make؟ طبعا take photos او photographs. بعد كده بيقول لي the bride العروسه سالي and the not احمد arrive at 7 p.m. العروسه سالي ومين احمد وصلوا الساعه 7؟ service ولا relative ولا groom ولا guest؟ طبعا والعريس احمد. the wedding not is a special outfit that a woman wears at her wedding. هو اللي بتلبسه العروسة يا ولاد في حفل زفافها. الدريس الفستان ولا كيك ولا ريسبشن ولا جيش؟ طبعا بتلبس ايه؟ دريس. my cousin نوال بنت عمي نوال جت مرت اتجوزت نقط نبيل. from ولا to ولا by ولا in؟ طبعا هقول ايه يا ولاد؟ to نبيل مرت to تزوجت من. the whole family كل العيلة members كل أعضاء وأفراد العيلة came to نقط my birthday. love ولا suggest ولا celebrate ولا hug؟ طبعا ايه؟ celebrate يحتفلوا. the wedding is زفاف was really beautiful كان جميل. all the guests were happy. wedding ايه؟ سينما ولا ميديا ولا contract ولا service؟ طبعا مراسم الزفاف كل الناس كانت ايه؟ مستمتعة وسعيدة فيها. the bride العروسة wore a gold necklace كانت لابسة ايه؟ عقد ذهبي. and not they were amazing كانت مذهلة كانت لابسة ايه؟ bracelets اساور. guests ضيوف relatives أقارب ولا messages؟ طبعا ايه؟ bracelets. when the party started لما الحفلة بدأت. it was time ده كان وقت ايه؟ some fun. on ولا at ولا for ولا to؟ طبعا يا ولاد for some fun وقت الايه؟ المتعة. the bride and the groom العروس والعريس cut the wedding قطعوا ايه؟ wedding cake اللي هي ايه؟ الكيك. and all the guests clapped for them وكل المعازيم سقفوا لهم. I was not next to the bride in the photo. انا كنت ايه؟ ميتنج ولا سيلينج ولا ستاندينج ولا دروينج؟ طبعا كنت ستاندينج كنت واقف جنب العروسه ايه ولاد في الصوره. بيج نمبر 63 صفحه 63.
عندنا ال language exercise 1 choose the correct answer from A, B, C or D. Lean goes to school. Lean ذهبت للمدرسة. With not brother. Lean يعني she. الملكية معاها مين يا ولاد؟ she ولا her ولا we ولا I؟ طبعا هي مع her، brother مع أخوها. بعد كده بيقول لي I love not parents. They love me too. هما كمان بيحبوني. عايزة الملكية من I تبقى my ولا I ولا me ولا mine؟ طبعا my parents والدي. علي and هانا are very happy. علي وهنا ايه؟ سعداء جدا. With not new toys. With their علي وهنا. عايزة اقول ايه اللي هما كده زي. عايزة ملكية تعود عليهم يا ولاد. تبقى their ولا them ولا her ولا his؟ طبعا ايه؟ their toys بلعبهم. سالم and I. سالم وانا. اي حاجة مع الاي تبقى we. Took guitars and started to play on them. خدنا الجيتار وقعدنا نعزف عليهم. They belong to us. دول بتوعنا. يبقى our الملكية من we. Our ولا his ولا her ولا my؟ طبعا دي ولاد الملكية من we our. What's your teacher's name؟ ما هو اسم معلمك؟ قال لك name is Mr. وليد. عايزة دي يعني هي عايزة حاجة تقعد على هي. Hair ولا his ولا its ولا your؟ طبعا his name is وليد. That's not watch. My grandpa gave it to me. جدي ادهالي on my birthday في عيد ميلادي. دي بتاعتي أنا. That's me watch ولا him ولا she ولا my؟ طبعا my watch. I like my cat and not ice. أنا بحب قطة. عايزة حاجة تقعد على الكات. الكات يعني it. They ولا their ولا it ولا its؟ طبعا بحب يا ولاد its eyes عيونها. بعد كده بيقول لي this is Sarah's hat. الكوباري بتاعت سارة. she it's not hat. our ولا my ولا her ولا his؟ طبعا her hat. favorite sport is tennis. you like it so much. بتحبها كتير جدا. you ولا yours ولا your ولا its؟ طبعا دي يا ولاد your الملكية. your your favorite sport is tennis. do you have take it with you. يو ولا يور ولا يورز ولا اتس؟ طبعا برضو ايه يا ولاد يور معاك ايه تذكرتك. complete the sentences with the correct form of words in brackets. تعالى بيقول لي ايه بقى تصحيح الخطأ. we can't use us mobile phones in class. الوي الملكية منها ايه يا ولاد؟ our. مايا اند سارة يعني زي. like their house تبقى their الملكية their. I have a mobile phone but I don't like it color. لا الملكية من it its its color. بعد كده my sister and I. اي حاجة مع الاي تبقى we. do our homework together. what's your name. لا what's your name هو اسمك. it's سيد. where is نبيل from. نبيل ده منين. he is from Giza and her bride from Alex. لا his bride وزوجته من ايه او عروسته من ايه من Alex. 65 تدريبات برضو على الجرامر اللي هي بص في اس بتاع الملكيه. شو ذا كوريكت انسر. this is my not bike. he likes it. brother ولا brothers ولا brothers ولا brothers. اخويا مفرد يبقى بص في اس في نهايتها. these are the not books. give them their books. اديهم كتبهم. عايز اقول كتب الاولاد. الاولاد يعني boys. يبقى حاجه تنتهي بالابوستروف بس يا اولاد. يبقى هناخد ايه boys الجمع. hair is very long. أنس ولا أنس has ولا أنس is ولا أنس is. عايز أقول شعر أنس. أنس is hair عشان أنس أخرها is هنحط لها أبوستروف بس لأن أصلا هي كلمة أنس أخرها إيه is. your sisters share a bedroom. إخواتك بيشاركوا غرفة نوم. your bedroom is quite big. your sister ولا sisters ولا sisters ولا sisters. طب هم اخواتك اخرها اس يبقى تنتهي بالابوستروف بس. مصباح has got a new phone. new phone is very cheap. عايز اقول بتاع مصباح بقى تليفون مصباح يبقى اخرها ايه ابوستروف اس. بعد كده بيقول لي elephants الفيله has got ears عندها اذان. ears are very big. يبقى الالفنتس اخد لها حاجه تنتهي بالابوستروف بعد الاس. My not names are فاطمة أميرة وهدير. فاطمة وأميرة وهدير دي أسماء الأصدقاء. friend ولا friends ولا friends ولا friend. طبعا دول أصدقاء كتير آخرها اس فناخد لها حاجة ايه برضه ايه آخرها أبوستروف بس. you can find clothes on the fourth floor of the shop. يمكن أن تجد الملابس على الطابق الرابع ايه في الطابق الرابع من الايه من المحل. من ولا من ولا
مينز ولا مينز؟ طبعا من اخرها ان، ده جمع شاذ، فانا عاملها وعملت اي ابوستروف اس عادي جدا. بعد كده بيقول لي اي هاف ا جود بوك، عندي كتاب جيد. ذا نوت بيجز ار يلو، بوك ولا بوكس ولا بوكس ولا بوكس؟ طبعا ده كتاب واحد يبقى ابوستروف اس. ذيس از ذا نوت روم، تشيلدرن ولا تشيلدرن اوف ولا تشيلدرن ولا تشيلدرنز؟ طبعا تشيلدرنز روم ابوستروف اس، لانها برضو جمع شاذ لانتهاء بالاس. كومبليت ذا سنتنس ويز ذا كوريكت فورم، عاوزين نصحح. ذا جيستس الضيوف، نيمز اسماء الضيوف، وير برينتد اون كاردز، كانت مطبوعه على الكروت. هكتب كلمه جيستس اللي هم ضيوف، نحط لها ابوستروف بس كده في الاخر. طيب ذا بوليس مان، رجل الشرطه، رود داون، كتب ذا ويمن نيمز، اسماء السيدات، ده جمع شاذ، هنحط ابوستروف اس عادي جدا. بعد كده ذا بارك از نير ماي انكل هاوس، عايز اقول جنب بيت عمي، هنحط انكل ابوستروف اس، ابوستروف اس عادي جدا. Our daughter name is Miriam. Sorry. هنحط كلمة daughter بصرف اس عادي برضه. His bride family is from Luxor. هنقول ايه بدل البرايد، هتبقى برايدز. ابصرف اس. Suzanne and Zainab's school. هكتب Suzanne. And. زينب بقى هنحط لها ابوستروف اس، قلت لما اتنين يملكوا نفس الحاجه بنحط ابوستروف اس مع الاسم التاني بس يا اولاد. تمام. read number 68 test yourself unit 2 lessons 1 and 2، تدريبات على الدرسين الاول والتاني. اول سؤال، سؤال استماع، نص الاستماع موجود في نهايه الكتاب، انا مش معايا النسخه، فطبعا عندكم نص الاستماع في نهايه الايه الكتاب، هتقروه وتختاروا الإجابات الإيه الصحيحة. ممكن أقول معاكم الإجابات، نحاول كده نخمن ولا حاجة، بس لا مش هينفع تخمين، نقرا النص ونقيم نجاوب على السؤال ده ولا هنخليه إيه هوم ورك واجب. طيب تعالى بقى نخش على السؤال التاني، سؤال المحادثة. صافي ستيلينج علا about her sister's wedding last week، صافي بتحكي لعلا على حفل زفاف أختها. هاي صافي، هاو ار يو، كيف حالك؟ هتقول لها طبعا إيه، هتقول لها I'm fine thanks. My sister got married last week. أختي اتجوزت الايه الاسبوع الماضي. قالت لها that's great. How was the wedding? الزفاف كان عامل ازاي؟ قالت لها it was great. كان رائع. سألتها سؤال فصافي قالت yes I had a lot of fun. استمتعت كثيرا. تقول لها did you have fun? Did you have fun؟ الفعل عندي في الماضي، فانا سألت ب did ورجعته ايه مضارع زي ما هو، وال I قلبتها ل you، تبقى do you have fun. علا سألتها سؤال تاني، قالت لها she wore a beautiful dress، كانت لابسة فستان جميل. تبقى تقول لها ايه what did the bride wear، العروسة كانت لابسة ايه. تمام. did you take any photos، التقطت اي صور؟ قالت لها I'll show you some later، اوريك بعض ما. بتقول لها yes I did، التقطت. read and complete the text with words from the list. here حاجة ملكها هي، برايد العروسة، هيم حاجة ملكه هو، كيك، وجيستس الضيوف. last Thursday I went to a wedding party. the nuns were a beautiful white dress. مين كانت لابسة فستان يا ولاد؟ العروسة، البرايد. many nuns came to the wedding. من اللي جم الحفل؟ المعازيم، جيستس. and liked wedding dress very much. liked ايه؟ هنقول حب فستانها اللي هو فستان العروسة، تبقى هير دريس. people danced، الناس كانت بترقص، and had fun، واستمتعت. the best part after جزء was the wedding، كان ايه الويدنج يا ولاد؟ الويدنج كيك، التورته بتاعت ايه الزفاف. it was big and delicious، كانت كبيره ولذيذه. it was a wonderful wedding، كان زفاف رائع. it choose the correct answer from A B C or D. number one بيقول لك she wore a silver، كانت لابسه ايه فضي او من الفضه. when her hand، تلبس ايه في ايدها، جلابية ولا دريس ولا بريسلت ولا نيكلس؟ طبعا كانت لابسة بريسلت اسورة. آية choose a colorful knot for the party، كانت لابسة ايه ملون في البارتي؟ contract عقد، outfit زي خاص، فوتوغرافر ولا ريلاتيف؟ طبعا كانت لابسة زي.
بيقول لك the bride العروسة and the groom والعريس were excited to sign كانوا متحمسين لتوقيع ايه زي ايه contract عقد الزفاف ولا reception ولا wedding ولا cinema طبعا ال contract. بعد كده for the restaurant المطعم was very good they prepared the food after 10 minutes حضروا الأكل بعد 10 دقايق outfit ولا network ولا wedding ولا service طبعا خدمة المطعم كانت رائعة service يعني الخدمة. He likes to post videos بيحب يشير فيديوهات on social contract ولا reception ولا media ولا wedding طبعا على social media. We were bored كنا نشعر بالملل so لذلك my friends أصدقائي that we read a book celebrated ولا suggested ولا hugged ولا signed طبعا كنا شايعين بالملل فا أصدقائي اقترحوا ان احنا ايه نقرأ الكتاب يقترح suggest. بعد كده بيقول لي مام يوجوالي مي بيفور اي وينت تو سكول قبل ما اروح المدرسه ماما بتعمل لي ايه هاجد بتحضني لافد بتضحك عليا ولا انجويد ولا ساين طبعا ايه هاجد يحضن. These are May and Rida and that's not daughter Sama our ولا هير ولا هيز ولا ذير. طيب دول مي ورضا ودول بنتهم عايزه اقول بقى ايه تبقى ذير تعود على مي ورضا. Picture is this الملكية بنسأل بقى بإيه بهو ولا هوز ولا وير ولا وين طبعا هوز. نوعة نيو كار is expensive ليلى ولا ليلز ولا ليلز ولا هي اسمها ليلى بقى بصرف اس العربية بتاعت ايه ليلى. Complete the sentences with the correct form of words in brackets. نهى اند سامي wedding is next Sunday لما يكون عندي اتنين بيمتلكوا نفس الشيء بنحط ابوستروف اس لايه اولاد للاسم التاني بنضيف ايه ابوستروف اس لايه لسامي تمام يبقى نوها اند سامز ويدنج. ذا كمبيوتر بيلونجز تو ساره الكمبيوتر ده بتاع ساره اتس هنقول ايه بقى سارز ابوستروف اس. بعد كده بيقول لي اي هاف تو تشيلدرن اند هير نيمز ار روز اند ماري طب دول اتنين يبقى ذير نيمز اسمائهم. سليمز او سالم the mother lives in the village hers او hers house is old and big طبعا بدل هيرز هنخليها هير بس يا ولاد هير هاوز يعني ايه بيتها. write a paragraph of 80 to 90 words on the description of day you spent with your family يوم قضيته مع العائلة خدنا واحنا بنشرح الدروس لما كان ايه عيد ميلاد الجدة وكان بيحكي كانوا بيحكوا مع بعضهم عليه تمام. نرجع كده صفحة 59 لما ايه قالت لها دي صور ايه ماي جراند ماث بيرثدي بارتي لاست ويك هنكتب بقى يا اولاد جمل من هنا تمام كده يا اولاد انتهينا من حل تدريبات الدرس الاول من التاني والدرس الاول والتاني من الوحدة التانية ماي نتورك. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الدرسين التالت والرابع انتظرونا وادعمونا بلايك وشير الفيديوهات اشتراك في القناة متابعة لصفحة الفيسبوك مسح برجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد بتمنى لكم نجاح بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.